يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما النصيحة لبعض الشباب من طلاب العلم الذين يدرسون عند أحد المشائخ، فإذا سمعوا أحدا من أقرانهم تكلم في ذلك الشيخ بأي كلام حتى لو كان استدراكا ذهبوا إلى الشيخ يبلغونه الكلام، فهل يكون هذا من السعاية؟ نعم، هذا من السعاية. الواجب أنهم يسألون الشيخ عن ولا يقولون إن فلان قال كذا، لكن يسألونه أنك حصل من كذا وكذا ونحن نريد أن نتفاهم معك ونتثبت، كأن ما قال لهم أحد، كأنهم هم اللي استدركوا عليه. نعم.